موضوع التعليم ده وحياتي من ساعة ما أنا سنة ثانية ابتدائي طلعوني من المدرسة. أنا بيرفضوا تعليم البنات عشان ما فيش مطرح هنا تعليم، ما فيش مدارس ولا في حاجة هنا، وما يرضوش يودوهم بعيد، فهم عايزين لهم مدرسة هنا. لما جونا جماعة مصر الخير قلت مرحبا، قلت للحج بتاعنا قال لا خذوا حتة وعملوها مدرسة، وين منها مدرسة؟ والحمد لله وديت أحفادي كلهم فيها وجابت أدوات مدرسية طبعاً وكراسي ودولابات، حاجة المسوية كانت عدم الأول، ما فيهاش ولا زرعة ولا نخلة ولا أي حاجة ولا عيل حتى بيروح مدرسة، درك اتطور كانش كده الأول. اتبرع بصدقة جارية مع مؤسسة مصر الخير بسهم في تعليم طالب ب 300 جنيه. للتبرع زور موقع مؤسسة مصر الخير أو من خلال تطبيق الهاتف.